في سؤال بيقول ليه لازم أمر باختبار في الدنيا وأنا مش عايزة أساسا أختبر ولا عايزة أدخل الجنة؟ ليه ما كنتش مثلا حبة رمل ولا حاجة كده لا تذكر؟ يعني أنا ما كنتش عايزة أخوض التجربة دي خالص. بصي، طريقة تفكيرك بين عايزة ومش عايزة وأنا رأيي ومش رأيي، دي في حد ذاتها أنتي يعني في تشبه بالشيطان. هو ايه الفرق بين الشيطان وسيدنا ادم؟ سيدنا ادم وافق على الاختبار، ووافق انه نزل الارض، وما اعترضش على حاجه، ما قالش ليه يا رب، ما قالش طب وانا ذنبي ايه، طب وانا عملت ايه، طب وانت خلتني ليه، طب انت نزلتني، فاهمه؟ ما كانش فيه التصرف ده من سيدنا ادم. سيدنا ادم كان مستسلم تماما لربنا سبحانه وتعالى. انما اللي كان بينازع يعني قدرة ربنا وبينازع ارادة ربنا كان الشيطان. فلما تلاقي نفسك بتدور في دماغك الاسئلة دي، ليه؟ ليه ربنا خلقنا؟ ليه ربنا بيعذب الاطفال؟ ليه بيمرض الحيوانات الصغيرة الضعيفة دي؟ يعني هي عملت ايه؟ الكلام ده اول ما تلاقي نفسك بتسألي نفسك السؤال ده، اعرفي ان إبليس هو اللي ألقى في قلبك السؤال ده. يعني مش انتي، لا مش انتي، هو اللي بيعرضها قدامك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا تعرض الفتن على القلوب عودا عود، أيما قلب أشربها مكتت فيه مكتة سوداء. يعني ايه بقى الفتن تعرض على القلوب دي؟ معناها إيه؟ ان إبليس هيحط لك افكار ويقول لك كلام، هي دي الفتنه. فاول ما تلاقي نفسك بتقولي ليه اختبرت الاختبار ده، ليه انا اتحطيت في الموقف ده، ليه الناس بتعمل كده، ليه الناس وحشه، ليه الدنيا صعبه، ليه الامور مش سهله، ليه، ايه انا، ايه اللي جابني هنا، انا ما كنتش يعني في نوع اي حاجه فيها اعتراض، اعرفي ان ابليس هو اللي حطها والقاها في قلبك. طيب ايه الحل؟ الحل انك انت تستسلمي. اصلك انت بصي، انت يعني انت بتناقشي ايه؟ انت فاهمه؟ انت بتسالي سؤال ده ليه؟ هو انت ايه حجمك بالنسبه لربنا؟ يعني مش فاهمه، يعني فاهمه اللي يسال حد ليه يبقى هو ند ليه. يعني مثلا انا ممكن اقول لزوجي انت ليه خدت القرار ده؟ ليه؟ عشان هو ند ليا، احنا بشر زي بعض. انما ما ينفعش اقول ليه للخالق. ليه ما ينفعش اقول ليه للخالق؟ ليه؟ لان يعني فين انت، مين اصلا انت؟ يعني عارفه انت لما تحسي ان انت يعني انت مين، يعني انت مين عشان تعترضي؟ فيها كبر، فيها حتة رؤية للنفس، شايفة نفسك كده بتقولي للإله ليه. بس البصير عايزك تشوف الموضوع كده. لا، احنا عايزين نتقدم ونعرف ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الحاكم وهو الآمر، كل شيء طائع لله، واقع تحت سيطرة الله وهيمنة الله سبحانه وتعالى. بص ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. بص، مش يخلق اللي على مزاجك ومش هيمشي على هوانا، لا، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. بص، مش مكيش تقدرش تختاري، ليكي حاجات كده معينة تختاري بين اكلتين تاكليها وخلاص، انما امور كبيرة ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فابن كثير بيقول لنا ايه في الآية دي؟ بيقول ان المنفرد بالخلق والاختيار هو الله سبحانه وتعالى، وان لا منازع له ولا معقب له. فسبب وجودك وسبب مرورك بالاختبار بتاع الدنيا ده، حطي في دماغك كده ان القرار ده مش بتاعك، ده قرار ربنا، قدر ربنا، يتصرف فينا كيف يشاء.
فإذا أوجب علينا إن إحنا نمر بالاختبار ده هنمر بيه، سواء عجبنا أو ما عجبناش، سواء رضينا أو مرضيناش. فالهدف هو التسليم لله، سلم أمرك لله وخدي التجربة. وبعدين بصي، هو ربنا سبحانه وتعالى، انت متهيالك انك انت في الامتحان ده لوحدك. لا والله ابدا، ما انت لوحدك، مش واخده بالك ازاي. هو معانا على فكره، وعلمنا ازاي نتعامل معاه عن طريق القران. يعني ايه؟ يعني لما تحسي انك انت الدنيا ضاقت بيكي كده خالص وعلى اخرك، تقومي قايله ايه؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله. يعني ايه؟ اقعد اشتكي ربنا. طب ولما تحس كده ان الناس اللي حواليك حاطين عليك قوي الجامد، تقوم قايله ايه؟ من زي سيدنا نوح، ربي اني مغلوب فانتصر. طيب لما تحس كده ان انت بتخوضي كده معركه، انت بتحاولي يعني تخوضيها بشرف واحترام ودين وادب، والناس اللي حواليك يعني بيستبيحوا في معاركهم معاكي كل اساليب المكر والخداع، وانت مش عارفة تجاريهم على الاخلاق ده من النوع ده من الدنو من الاخلاق، هتقوم قايلة ايه؟ هتقولي زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: اللهم بك اصول وبك اجول وبك اقاتل. طيب ولما تتحسي بالعجز والقهر من في موقف ما، ومش عارفة فيه بتدافع عن نفسك ولا عارفة تتكلمي، يعني وكلمتي مش هيتسكت لك، وحاسة بضغطة كده دي، هتقومي قايلة ايه؟ وافوض امري الى الله. حد يكلمك، كل ما حد يكلمك واللي هما بيعادوكي او بيضايقوكي، قولي وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. شفتي احنا مش لوحدنا. ولما تحسي بخوف من فكره في دماغك او حقيقه، قولي حسبي الله ولا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. شوف ربنا بيقولك بعديها في القران: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فإحنا مش لوحدنا، الامتحان صعب بس معانا ربنا سبحانه وتعالى، معانا مستيبنا بعنا، بس إحنا اللي مش بنستعين كما ينبغي. وبعدين أنت عارفة لما بتبتلي، والحمد لله ربنا بينجيك من الاختبار دوت، ومثلا بتحتسبي أو إيه، انت بترتقي بس انت مش حاسه. لما بتجيلك المحنه وانت بتستعيني بالله فيها وبتصبري عليها، انت بيحصلك عمليه ارتقاء من جواك. يعني ارتقاء بتنطق بتتنقلي كده من سنه اولى لسنه تانية. شوفي انت مثلا في المرحله الابتدائيه، شوفي طريقه تفكيرك تختلف عن الاعداديه، هي نفس القصه كده، بيحصل ارتقاء في الفهم والوعي، وده مطلوب منك النقلة دي. عشان كده تلاقي ناس القريبين من ربنا حتى ولو كانوا ما بيعرفوش يكتبوا اسمهم، تلاقي الحكمة تطلع من بقهم من غير ما يتعلموا، من غير ما يقرأوا كتب، من غير اي حاجة، تلاقيهم ما شاء الله كده ايه، الحق يجري على الألسنة. فمعرفة الله سبحانه وتعالى والقرب منه في تعب وفي مشقة، بس كأنك كده بتتحرري من سطوة الجسد وتأثيره عليكي، إلى ارتقاء الروح وسموه. معاني كده كبيرة كده، بس إيه هتفهميها لما تتحملي. بس يعني إيه؟ عارفة أنت اتحملي، قولي لنفسك كده الكلام كده: لا عادي إن شاء الله هتعدي. بصي كده، انا مرت بازمات كتير وعدت وربنا معايا، مش هيضيعني. قولي الكلام كده كويس جواكي، بلاش كلمه ليدي، يعني شيليها من دماغك. ليدي شيليها من دماغك، مسحي كلمه ليدي من قاموس علاقتك بربنا وعلاقتك بالناس. على فكره يعني ليه عملت كده؟ لا، ما فيش حاجه، هي بني ادمه وانسانه وبتغلط. هو ليه قال الكلمه دي؟ عشان هو انسان وشيطان ممكن يكون بيزقه عليكي. هو ليه ربنا بيتصرف معنا كده؟ هو اكيد فيه حكمة، بس انا اللي مش عارفة. بس لو جالت لك كلمة ليه، عرفي انها جالك من ابليس، وردها ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، وهو اللي اعلم بحالنا، وهو ارحم بنا من نفسنا، ما
ما تفتكريش يعني ان هو يعني فيها حتة سلطة وتسلط وانا أأمر فتطيعه، ما فيش، ما تاخديش الموضوع كده. خديها ولله المثل الأعلى، كالأم اللي بتربي عيالها فممكن تسيبهم شوية يعتمدوا على نفسهم، ممكن ما تساعدهمش في بعض المواقف، ممكن تقسو شوية وتشد. بصي يعني، بس الهدف ايه؟ بتقولي ايه؟ بتقول امي بتربيني، امي بتربيني عشان اطلع جامده. فربنا سبحانه وتعالى بيهيئنا للخلود في الجنه بجواره، دي مكانه كبيره قوي. حطي بس كده في دماغك ان الصح يتعمل. طيب والالم النفسي تجاهليه، يعني ايه اتجاهلي الانا دي؟ عارفه الانا دي، انا ازاي هي تقول الكلمه دي؟ انا عايزه، انا بحب، انا دي تجاهليها، ده صوت النفس، صوت الطبيعه البشريه خلاص اللي انت هتنتصري عليها. طبيعتك البشريه بتقول ان محدش يدوس لي على طرف، وان انا هعرف ازاي ارد الصعصعين. بصي دي النفس البشريه، وان انا مش هسكت لهم، ده انا هوريهم. بصي كل دي كلها لو ما تجيلك تسمعي الصوت ده جواكي وتحكيلك الاحساس دوت، اعرفي ان ده طبيعتك البشريه هي اللي بتتصرف دلوقتي، وانت مطلوب منك انك انت تهذبي دي، تهذبي الطبيعه البشريه دي، بنتقولي لها لا احنا هنعمل الصح، مش هنكذب زيهم، مش هنخون زيهم، مش هعري جسمي عشان اشتغل، مش هدلع عشان خاطر اخد قرشين زيادة، مش هعمل كده. بس كده طب ما بترتقي اهو، انا مش هرد الاساءة بغلط، انا هدافع عن نفسي اه، بس مش هغلط زيهم، لا مش هعمل كده. ليه مش هعمل كده؟ انا عشان عندي مبادئ، انا متمسكة بمبادئي، حتى ولو هتعب، حتى لو هتعب، حتى لو هعاني، حتى لو هعاني. ليه؟ طب انت كده هتضيعي، انت كده لما مش هضيع ولا حاجة، انا معايا ربنا، عربنا. انت كده عماله بترتقي على فكره، انت داخله تحدي كبير مع الشيطان، وتحدي كبير في قدرتك على السيطره على نفسك. فانت مفيش داعي لانك انت تساعدي الشيطان في انك هو يهزمك، لا. شوف ربنا بيقولك ان الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا، شفتي؟ مش عدو لكم وسابكم، فاتخذوها عدوا، فاتخذيه عدو، اتخذي الشيطان عدو، يعني ركزي معاه، هو بيتربص وانت تربصي، هو عايز يوقعك وانت صحصحي كده، يعني تبقي واعية ان الفكرة دي فكرة شيطانية، عايزه مش تراجيه وتنصرفي، ان التصرف دوت لا مش هعمله، ده الشيطان هو اللي قال يعمليه كده، وينفذي بس التعليمات اللي ربنا قال لنا عليها. قطعي ما لا اله الا الله كتير، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام كتير كتير، زودي من الحاجه دي كتير، استبشري خيرا، استبشري خيرا. الامتحان مر لكن وقته احنا مش عارفين امتى، يعني ممكن ينتهي بسرعه جدا، ويعني ما حدش قالك ان انت هتقعدي كده 50-60 سنة في الابتلاء ده، لا مش شرط، ممكن يكون كل ابتلاءك ده كله 20 سنة بس بالنسبة للخلود ولا حاجة. فاجمدي كده، وربنا سبحانه وتعالى كريم ورحيم بعباده، ما تيأسيش وطولي بالك وهانت. انت كل ما تلاقي نفسك كده يعني زهقانة، وخلاص قربت، هانت امتحان قرب يخلص. ركزي بس كده في الورقة بتاعتك، وكل سؤال دايما الصح هو اللي يتعمل. قبل ما تاخدي اي خطوة، قبل ما تقولي اي كلمة، شوية تركيز. انت دلوقتي في الامتحان، والامتحان ده مش بمزاجك، وانت في الدنيا بتمتحني، وبتخشي الامتحان وما بتعترضيش، وبتعتبري شيء طبيعي، وبتخشي امتحان الثانوية العامة بتتحملي، وانت داخلة ثانوية بتبقي عارفة مشاكلها، وعارفة انت ممكن ما تجيبش مجموع،
وعارفة ان هما بيجيبوا امتحانات صعبة، وتخش برضو الثانوية العامة عادي عشان عايزة تخش كلية معينة، عشان عايزة حاجة معينة، وبتتحملي بس كده. فربنا يوفقك، وان شاء الله ربنا يشرح صدرك اذا نفذتي التعليمات اللي ربنا قالها لنا من انك انت تذكري الله كثيرا، وانك انت تبقي واعيه لوجود الشيطان حواليك، ومطمنه مش الفكره دي فكرتك، الفكره دي فكره ابليسيه مش بتاعتك، مش بتاعتك. فما تجاوبيش على السؤال ده، تخطر في بالك اي سؤال من اسئله تانية ما تجاوبيش عليه، ما تدورش على اجابته، قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا يحفظك ان شاء الله. السلام عليكم.